هاي هون هون اخر مره لبستي فيها فستان في 94 يمكن كان عرس شاب صديقنا يعني وبعدين حلفت يمين مع الامير ومع كابو دمر تبع لكن شلون انا بعرف انه بنيتي اساسا يعني احنا كنا هيك بس لا انا خلاص لعبت الكيك بوكسينج هي اللي عملت لك بنية عريضة وطويلة. طيب لكن صرتي جسمك مثل جسم الزلمة.